طيب، الطب تشبه الظأ، والظأ الجاب لي في صفحة 63 تعالوا نشوف عشان نقارن ما بين الاثنين. ما هي هي الفرق بين الظو والطشنو في في الشكل يعني. الظدي شكلها زي الطاء بس دي فيها نقطة. أنا ما بتكلم هنا عن المخرج الحرف بتاعه وكده وهناي والله نطقها وكده، لا. الظاء جايب لي لها شكلين. طيب وانت جايب اربع اشكال للطاء، شنو يعني؟ لو خطيت نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا بتديني اشكال الظاء. معناها الظدي منقصة شنو؟ الظدي ده الشكل اللي جايبه، جايب الشكل الأخير. الشكل الأخير ده هسه أنا هنا ده لو بس جيت عملت نقطة في دي بتديني شكل الظاء. دير كلهن اللي هي عملت نقطة هنا وعملت نقطة هنا وعملت نقطة هنا وعملت نقطة هنا، معلش قد تكون ظاهرة ولا ما ظاهرة، المهم بتديني شكل الظاء. طيب ما ديش الظاء في الأول متصلة بما قبلها، وظاء في الوسط متصلة بما قبلها وبما بعدها، وظف الآخر متصلة بما قبلها، وظف الآخر ما متصلة بما قبلها، وهو جايب لي في الكتاب شكلين بس. ده الكاتبين أنا يا أخوان التحدي. الشكل ده ما جايب كويس، والشكل ده ما جايب. جايب شنو؟ جايب الشكل اللي في الوسط له ده، وجايب الشكل اللي في الوسط متصل بما قبله وما بعده، والشكل اللي في الاخر اللي ما متصل بما قبله اداني شكلين واسقط شكلين، وده من عيب الوضع في هذا الكتاب. طيب الكتاب ايضا اذا مشينا فيه مشاكل في شكل الحروف، في حاجات كثيره في من ضمن المشاكل بتاعت هذا الكتاب. مثلا لو انا جيت اشوف صفحه 18 صفحة الدرس 18 صفحة 21 وصفحة 20 قال أنا. طيب أنا دي أنا ولد، أنا بنت، كلمة ولد وكلمة بنت وكلمة أب وكلمة بلد دي كلمات جديدة بالنسبة لهذا التلميذ ما درسها. في حاجة واحدة ممكن عشان الناس ما تناقش فيها كثير، اللي هي كلمة ولد لما درست في الحرف و لا كتبوها ولا بس عينوا لها شكلين ولا تعاملوا معاها ولا جردوها ولا كتبوها في كراسة ولا سألوا منها ولا أي حاجة. الكلمات دي كلها جديدة، كيف أنا أجي أتعامل؟ أول حاجة انفترض أنا الكلمات الولد وبنت وأب وبلد دي كلمات جديدة، بعمل شنو؟ بدرس الكلمات الجديدة دي عن طريق تجريد حرف حرف وكتب لون. يعني الولد دي اجيب الواو، خلونا نكتب دار، اكتب ولد ودرسه الياء، بدرسه الحاجه الواو اللام ده الحرف شكله كده، الدال
الحرف شكله بعدين واحد اثنين ثلاثة، دي ثلاثة حروف ولا الصيغة بعد ذاك على الصيغة. ولد ويكتبوها مفصلة حرف حرف ويعرف شكل الكل، الواو شكلها كده، اللام شكلها كده، الدال شكلها كده، عرفه وكتبه فيهما وحفظه وجا كتبه له. وكذلك في نفس الكلمات الباقية بنت وأب وبلد. طيب بعد ما كتبنا الكلمات دي هو قال شنو؟ هسه الدرس ده أنا بس، أنا ولد وأنا بنت، وين الدرس؟ كويس؟ ما في درس. بس يا هندا التحت ده شنو؟ ما عنده علاقة بالدرس اللي فوق. التدريب ده شنو؟ التدريب ده ما عنده علاقة بالدرس اللي فوق. أنا بدرب على العنوان، أنا داير أقول شنو؟ أنا ولد، هدي أنا أجيب أنا ولد وأنا بنت وأنا أب، لكن بلد دي ما داخلة. زي هنا كلمة لبن برضو كلمة جديدة، وهي الدرس ده كله البراكتس بتاعه المفترض يكون فيه أنا، يعني ما طبق أي حاجة فيه أنا. أنا بس يا هندل في العنوان، أنا ولد أنا بنت، والتدريبات دي ما عندها علاقة بالكلام ده يا إخوان. وأنا بجيب درس وأعمل لي تدريبات ما عندها علاقة بيه، وما يعني أنا بدربه عن شنو؟ مش ده أدربه عن أنا، نفترض خلاص إنه الكلمات دي كان قبل كده أخذها وقراها وأي حاجة. ما هو بدل كلمة ولد المفترض أنا أكتب أنا ولد، بدل كلمة بنت المفترض أكتب أنا بنت، بدل كلمة أب المفترض أكتب أنا أب، وهكذا. طيب إذا عندي مشكلة في الدروس، مشكلة في الدروس. تاني حاجة لو مشينا لقدام كويس، اختصارا أنا عندي مشكلة في شكل الحروف في عديد من الصفحات، شكل الميم، شكل الياء، شكل الحاء، شكل كده يعني. طيب خاصة الميم دي بلقاها فيها مشاكل كثيرة جدا جدا. صفحة 46، 47، 48، 49، 52، 54، 55، 65، 66، 67، صفحة 70، 71، 73، 74، 78، 90، و95، و96، و102، و104، و107، و108، كلها فيها شكل الميم فيه مشكلة. إذا كان شكل الميم في الأول، شكل الميم في الوسط، شكل الميم في الآخر، شكل الميم مع ال. السبب حاجة واحدة بس، نوع الخط المستخدم في الكتاب، خط ما تعليمي، خط ما بيتناسب مع طفل بيتعلم في كتابة الحروف، وأنا المفترض أكتب خط النسخ بس. خط النسخ ده بيشبه خط اليد، وده أنسب خط يتعامل معاه الطفل، ولأنه بقعد الحرف بيد الحرف حقه ومستحقه في الكتابة. يعني أنا لما أجي أتكلم عن شكل الميم في الحروف دي، مثلا رسمة، هو داير يتحدث عن رسمة، شوف الميم ما عندنا دي في سنة أولى، ما عندنا الميم زي دي ما عندنا. أجاب شكل الميم ده شنو هنا كده؟ جاب نوع الخط، الخط ده ما عنده علاقة بسنة أولى. أنا الميم بتاعتي اللي بعرفها بسنة أولى ميم زي دي، رسمة الميم قاعدة كده، شكل الميم هو زي دي كده. طيب يلا دي ما بلقاها في الطالب، الميم المطموسة دي وطالعة كده نازلة دي ما عندنا.
انا لو الكلمه دي بس اديت امر بتاع تغيير الخط لنسخ الميم بتظهر على حقيقتها. الكتاب ده كله يحتاج ان يطبع من جديد ويكتب بخط النسخ. اي حرف خط النسخ بيديه حقه ومستحقه. طيب الميم ايضا اذا كان نحن نتكلم عنها في الاول زي شفناها في الاول، نجي نشوفها في الاخر ولا في الوسط وكده. عموما اهو دي الحاء برضو، الحاء قلت لكم فيها مشاكل الشكل. الحاء الحدي لما اجي انا، ما هو عندي شكل الحرف حمل، الحدي قاعده فوق كده، الحزة دي الشكل كيف يعني؟ ما هو انا بقسم بجيب الحبه شكل الحرف. طيب الشكل ده شنو؟ ده القوين. ما في حرف زي الهمزه كده، حاجه كده ما مفهومه كيف. دي الحاء، وهنا مديني لي اشكال الحرف، الحاء وكده والحاء كده وحاء كده وحاء كده. وطبعا ده برضو شكل غلط، لانه ما الاول ذاته انا ما بكتب الشكل بالطريقه زي دي، انما الاول انا بكتبه زي ده كده. كويس، يلا احمد اهو قبل انا قلت لكم الحول ميم في الحول ميم ذات شكلها ما كده. كويس، واضح برضو الميم مع ال برضو جايبه لنا فيها مشكله، علم فيها مشكله الميم في الاخر. كويس، هنا برضو عندي مشكله في الميم في علم. خلينا برضو نتكلم عن شكل العين، برضو ناقص عنده 4 مواضع، العين في الاول، العين في الوسط متصله بما قبلها، العين في الاخر متصله بما قبلها، العين في الاخر ما متصله بما قبلها اصلا، ما جابها خالص، ما جابها. كويس، زي الها برضو في هاتف، الها برضو ما جابها، الها ايضا ما جابها. جاب لي الشكل الاول والشكل في الوسط والشكل في الاخر متصل بما قبله. الشكل ده انا كتبته بيشبه الدورانيه، ده ما درسوا له. طيب انت ما درست له وعندك طوالي كده جايب له هذا وهذه، يجيب لك الشكل ده من وين؟ ما بعرف. انا بعرف الهزه دي والهزه دي جيت اديتني له وين؟ الهاء المدورة دي نديتني لها وين؟ في اشكال الحروف انا ما مرت عليه. واقرا لك كيف؟ انا ما بعتبرها بيمكن 5 بالله. بالحساب. كويس؟ دي ذا مشاكل الاشكال بتاعت الـ 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 الحروف الميم بالذات وغيرها من الحروف. طيب انا قبل بقول الميم مع ال، وهو جاتني كلمة الماء. الماء عين الميم، الميم دي ما ده ما شكل الميم، عشان كده بنقول انه على الخط عين، وانا كاتبها تحت الماء. كويس، برضو العناوين بتاعت الدروس فيها مشاكل، لعبة ولعبة، يعني الكلام ده كله في لعبة ولعبة، يعني انا المفترض الكلمات الجديدة بتاعتي لعبة ولعبة، الجمل بتاعتي لعبة في لعبة ولعبة. طيب الولد لعب، خلاص تمام دي حقتي، البنت لعبت تمام دي حقتي، دي الجملة، ده الدرس، ده عنوان الدرس بتاعي ذاته. طيب الولد أكل وشرب والبنت أكلت وشربت والولد شرب الماء والبنت شربت اللبن، ما هو دي كلمات أنا ما بعرفها، يبقى العنوان ده المفترض يكون ده ما صح، يعني أنا بدل لعب ولعبت تكوين جمل أعمل أي عنوان آخر هكذا. يعني الكتاب فيه مشاكل كثيرة جدا جدا، فيه تاني مشاكل يعني خلونا نختصر بالنسبة للكتاب ده عشان ندي فرصة للصف السادس. في آخر الكتاب أنا قفزت شوية، في آخر الكتاب عندي تدريبات فيها مشاكل.
كثيرة بتلقوها منشورة في الصفحة. طيب في صفحة 122 في الكتاب ده في حاجة مهمة دارين نتكلم عنها، المسرد بتاع الكلمات. ما هو قال لي قبل الكتاب ده أنا نقحته من الكتاب الأولاني، الكتاب القديم. طيب أصلا غيره، جاب أسد، ما عندي أب، يبقى أسد ولا أب؟ شوفوا هنا غير وهنا ما غير. الكلمة أسد غير ري الحاء من حقيبة كانت في المنهج القديم لحمل، وخلى لي قال لي الكلمات دي موجودة عندي هنا، ما عندي حقيبة دي، ما فتشت الكتاب كله ما بتلقى. إذن هو غير في البداية وما راجع الكتاب، يعني ما تمت مراجعته، بحيث إنه ظهرت لي كلمة حا حقيبة وهي حا حمل. في العين غير من عين لعلم. طيب ما هي علم؟ أنت هنا جبتها علم، قبل هناك عين. طيب جاب العين شنو؟ ما عندي الكتاب كله ما فيه عين. يبقى أنت راصي لي كلمات، تقول لي الكلمات دي المسرد بتاعت الحروف أ أب ما أب، أ أسد، حاء حقيبة ما حاء حقيقة، حاء حقيبة، حاء حمل. طيب وعاء عين مع عين، لكن عاء علم، ودي أنت الكاتبة. وأخيرا لا لبن، كان زمان لبن هسه عملوها ليمون، وكاتب لي كلمة لبن. وما مسجد، كانت ما مسجد زمان هسه عملوها ما موز وخلى لي كلمة مسجد، والكلمة دي وكانت قبيل نجمة وهسه عمل لي نمر وخلى لي كلمة نجمة. معناتها شنو؟ المسرد بتاعي غلط، المسرد بتاعي شنو؟ غلط. في تدريبات في الكتاب ده انا بشوف انه ما عندها معنى وبتديني مشكلة. في السودان طبعا فيه قبائل لهجات، في الشمال في الشرق في الغرب في كده، في مشكلة في اللهجة. فمثلا يعني الناس اللي بينطقوا العين ألف ولا ينطقوا الحاء هاء ولا ينطقوا الهاء حاء ولا ينطقوا هكذا. يعني في قبائلنا المنتشرة عبر السودان عندنا في لهجاتنا الناس اللي بيتكلموا اللهجة في لكنة كده في الدارجية أو في طريقة كلام بغير ليك. أنا لما أصل لهذه اللغة أو هذه اللهجة والحقيقة بتعقدني، أنا ما عارف نفسي قاعد أنطقها غلط، لكن أعمل شنو؟ أنا ما يعني مثلا علم، أنا بكتبها ألم، بقراها ألم كويس، وعمل بقرا امل. انت جايبه لي اللي جايبه لي اللي عشان شنو جايبه لي؟ هسه انا اشوف لكم صفحه 66 التدريب ده ما عنده اي معنى. انظر واقول علم الم، عمل امل، بدع بدا. شنو بدع؟ بدع ذاته شنو اللي يزول في سنه ولا يفهم شنو يعني بدع؟ قرع وقرأ، يلا أنا هنا العين والألف طبعا، وعن وأن. طيب دي ما مشكلة. تاني جا قام كرر كويس في 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 صفحة تانية في صفحة 69